بوابات احتلالية تتربص ببوابات الحرية في أقدس مكان يتحدى جيش احتلال رجال لا يملكون سوى الحناجر وعزيمة تهز الجبال. هنا معركة البوابات، هنا حكاية عز، وأنا حمزة أمين. السيطرة على المسجد الأقصى حلم إسرائيلي قديم جديد، بحاول الاحتلال أنه يستغل أي فرصة لتحقيقه أو تنفيذ إجراءات بتساعده على السيطرة عليه حتى يتمكن من تهويده وبناء الهيكل المزعوم. يوم الجمعة 14 تموز 2017 قام 3 شبان أبطال من عائلة جبارين من الداخل المحتل بالانتقام من جرائم الاحتلال الإسرائيلي اللي كان يرتكبها بحق الفلسطينيين في هبة القدس، ونفذوا عملية إطلاق نار في ساحات المسجد الأقصى أدت لمقتل 2 من عناصر الشرطة الإسرائيلية واستشهاد المنفذين 3. الاحتلال حاول يستغل العملية كحجة عشان يعزز سيطرته أكثر على المسجد الأقصى، فقرر إغلاق المسجد ومداخل البلدة القديمة لمدة 2 يوم، وبعدها فتح المسجد الأقصى ولكن بإجراءات جديدة أكثر تعقيداً على المقدسيين، واللي كانت بتركيب كاميرات مراقبة ذكية وبوابات إلكترونية ومسالك حديدية شددت قبضته الأمنية على الأقصى. القرار كان ينتهك أي خصوصية للمصلين في الأقصى وبيعطي فرصة أكبر لسيطرتهم عليه وبيعزز من وجودهم التهويدي. قرار زي هذا بالتأكيد الاحتلال ما كان متوقع أنه يعجب أهل القدس، بس هو متعود أي حدث أو قرار بياخد ضجة 2 3 وبعدها بيمشي كأمر واقع. فهل فعلاً هيك صار؟ المقدسيين كانوا كما دوماً على مستوى الحدث ودافعوا عن الأقصى كما لم يتوقع الاحتلال. قرر الفلسطينيين عدم دخول الأقصى بظل وجود البوابات الإلكترونية، وطالبوا حراس المسجد وكل الفلسطينيين يرفضوا الأمر الواقع. مش بس هيك، قرروا الرباط بالشوارع المحيطة بالمسجد وأمام البوابات الإلكترونية وسط حالة من الغليان والرفض الفلسطيني. استمرت الاحتجاجات والاعتصامات بالشوارع ومحيط المسجد الأقصى ليل نهار وعلى مدار الساعة. يوم ورا يوم كان إصرار المرابطين بيزيد، والطريقة اللي فكر فيها الاحتلال وراهن على تعب المقدسيين وقصر نفسهم أثبتت فشلها. يا الله يا رب لغيرك الذرة، اللهم لا ترفع لهم على الأقصى راية، قضي في المسجد الأقصى يا الله يا الله، كل مرة كان الاحتلال يفرض إرادته وقراراته من خلال القمع والعربدة والهمجية اللي كان يمارسها في كل مكان في العالم، إلا أنه إرادة المقدسيين وعزيمتهم وروح التحدي كانت تزيد مع كل يوم. وما اقتصر الأمر على المسلمين، بل تعززت بمشاركة المقدسيين المسيحيين في صورة مميزة. الهمة والروح هذه انعكست على الموقف العربي وخاصة الأردني، وارتفعت الأصوات الشعبية والرسمية بالتراجع عن إجراءات الاحتلال يلي عزز موقف المقدسيين على الأرض. الفلسطيني المقدسي أصر على موقفه والاحتلال أصر على موقفه، وحاول يستفز المقدسيين بالاعتداءات على احتجاجاتهم بالعنف، ولكن المقدسيين حافظوا على هاي الوحدة وتصدوا لكل وسائل القمع الإسرائيلية لحد ليلة 27 يوليو تموز 2017. رضخ الاحتلال لإرادة المقدسيين ورفع البوابات والكاميرات، ودخل المقدسيون من أبواب المسجد الأقصى مهللين، مكبرين، فاتحين، فارضين لسيطرتهم وكاسرين لقرارات الاحتلال. لحظة عز صنعتها قوة وإرادة المقدسيين وقدرت تهزم إرادة دولة تتباهى بقوتها وسيطرتها على كبرى العواصم العالمية والعربية. انتصرت إرادة المقدسيين ودخلوا الأقصى بعد 14 يوم من الحرمان والمنع، وعسى أن نحظى بهذه اللحظات جميعنا بعد تحريره من الاحتلال. استنوني في حكاية عز جديدة.